يا نهار اسود ومليل ب 600 نيله، ده ايه اللي بيعملوه ده؟ بيسحروا للحاج، عايزين يربطوه معاهم وبس عشان يكرهني ويبعد عني وينساني. معقول هما بيفكروا كده؟ ايوه يا حاج، شفت بيعملوا ايه وانا بعمل ايه؟ شفت اللي بيعمله الخير واللي بيعمله اعمال؟ انا قلت بصراحه شاهدك واقول لك، ما قدرتش اسكت لحد ما يرجع الحاج، بصراحه كنت هطق من جنابي. ادي بنت اخوك وادي اللي عامله نفسها بتاعه ربنا، الاتنين حطوا ايديهم في ايدين بعض عايزين ينطروني ويبرطعوا هم في خير الحاج. بس يا بنت افصلي شويه، ايه بندقيه قالي ونازله رش؟ عاجبك اللي عملوه ده يا حاج؟ هو بصراحه اللي عاجبني قوي 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 دماغك السم دي. انا برضو يا حاج. ايوه انت يا حاج. يا بنت صورت الحاجات دي ازاي؟ بطريقتي ولعلمك بقى نشرتها على يوتيوب. على ايه؟ على يوتيوب. ده بيتاكل ولا بيشرب؟ حياتي مش حاسس ان هاليومين قطعوا بسرعه. هو انت الواحد ممكن يحس معاكي بحاجه يا منى؟ مش عم بقولك انت بتجنن. معقوله السعاده ممكن يبقى ليها كذا وش؟ مش عم بفهم عليك. يعني ممكن تعمل نفس الحاجه هي بس تحس احساس سعاده مختلف. سبحان الله. لا في اشياء كتير لازم اعرفها، خبرني حبيبي شو في. يا حبيبتي ما تتخضيش قوي كده ولا حاجه. أنا اللي مستغرب له إني بقالي كتير قوي ما حسيتش الإحساس ده. هيدا حبيبي لأنه أنت مدفون جوا شغلك بين الشغالين والمحلات، بس بوعدك من اليوم ورايح رح نعيش عيشة كتير حلوة، عيشة أوروبية. شغل شغل بس بالفرص بدنا نروح نتفسح ونبرم العالم كله. طب ما تقولي الكلام بقى ده لأبوكي. لا شو بوبي؟ جايب لي الناس بتوع فرصة العمر اللي خاوت دماغي بيهم من يوم ما عرفته وقاعدين تحت وقال لازم أنزل أقابلهم. طيب فرصة حلوة ليه ما بتنزلن؟ في شهر العسل؟ ايه في شهر العسل، ما عم بقلك فرصة حلوة. ما كان من شوية الشغل شغل وطريقة أوروبية والأجازة ونكسدر ونبرم، ايه؟ طيب حبيبي ما أنا بهمني مصلحتك كمان. يا حبيبتي أصيلة أصيلة يعني. خذ يا خذ خذ. شحاتة صباح الخير يا شحاتة. صباح الخير يا شحاتة. صباح النور يا حاج. صباح الفل. صباح الخير يا شحاتة. صباح النور يا حاج. كويس تمام يا حاج. مالك؟ ابدا يا حاج مفيش. اهلا اهلا يا حاج، معلش هناخد لك شوية من العروس لانه الجماعة ناطرينك صار لهم اكتر من ساعة. يا عم انا مش عارف انت حامل ايه على الشغل كده، ما تسيبنا رايح شوية يا جدع، انا لسه عريس. احنا متفقين انه في بعض الفرص ما لازم تضيع من ايدنا. ماشي يلا يا شحاتة. يلا يا شحاتة. وسع يا عم انت بابا وسع وسع. خليك جنب الاسانسير. اتفضل يا جوز بنتي. حتى كمان هنا حد. رجل الاعمال المصمم العالمي فواز الصياد. مستر جورج بيتر من اكبر مستوردي الازياء الشرقيه في العالم. حصلت البركة. ماي بارتنر شريكي مروان صبري. اهلا وسهلا. نورت بيروت بقدومك حاج فواز. منوره باهلها. اند مسز سارة برنار مديرة التسويق في الفاشن وورلد. نو تاتش سوري. لا ما بيسلمش. تقول لك عليا ارهابي دلوقتي. ام سو سوري ماي ليدي. الحاج فواز على وضوء عشان الصلاة. تفضل. شوف مستر فواز، نحن بدون ما ندخل المقدمات بدنا ناخد منك شغل لنعرضه بجنوب شرق آسيا وبدول أوروبية كمان، وهيدا حيفتح لنا سوق جديد والأسعار. الحج بتاجر وبيحب يعرف شو الأسعار. مينيموم 3 أضعاف من اللي بتكسبه عندك بمصر. واو، معقولة 3 أضعاف؟ يا حاج أنا قلت لك هيدي صفقة العمر. شو رأيك يا مروان؟ والله أنا بشوف إن الحاج فواز بده يحط إيده على كل التفاصيل. أكيد، بس لازم نعرف أولاً رأيه المبدئي. كلام حلو،
كلام حلو جدا. يعني موافق مبدئيا؟ يا راجل، هو حد يقدر يرفض عرض مغري زي ده؟ عظيم. يعني بنخلص معنا الاتفاقيه اليوم؟ انا بس عايز اسال سؤال. شو هالسؤال؟ ما تسيبني بقى اسالهم يا حمايه بقى، خليني مني ليهم كده. اتفضل يا حاج. العرض مغري مغري مغري. اه، انما ايه المقابل؟ مقابل يعني اكيد هيبقى فيه عقود وفيها شروط معينه. اكيد يا حاج، هو في عقد بدون شروط؟ طب ما تسيبنا اسمع منهم يا حمايه. اكيد في شروط يا حاج. حلو، انا عايز اعرف بقى ايه الشرط اللي ما فيهوش تفاوض، وازاي عرفت انا بكسب كام عشان تقولي تلات اضعاف؟ بدي اعرف. خير يا حاج، شايفك ساكت وما رديت على الناس اللي بدهم يعملوا معك بزنس. انا قلت هفكر واعتقد ده من حقي. بس يا حاج، هيدا عرض جميل جدا ورائع. هيدول عرضوا عليك ثلاث اضعاف زباين بدهم بضاعتك بالاسم والماركه. ما انا بقول لك انه عرض هايل وصعب يترفض طبعا، بس انا عندي التزامات مع شركات تانية لازم اشوف ازاي اخرج منها. مش عايز اللي اكسبه من هنا اخسره هناك. انا شايف انك اقتنعت يا حاج. العجلة من الشيطان يا حماية، عايزين الصبر منه، نفكر وناخد وقتنا عشان نعرف نكسبها ازاي. يعني هالعملية هيدي لو تمت صح، يا سلام قديش فيها مكاسب. ما هو عشان تتم صح يلزمها وقت وتفكير وتخطيط، وبدل ما الثلاث أضعاف ممكن يبقوا أربعة وخمسة كمان. برافو يا صهر، والله شخصيتك بتقول إنك تاجر وابن سوق محنك بجد. تلميذك يا حماية العزيز. طبعاً إذنك هروح وصل الجماعة. اتفضل. بقول لك يا حاج، الراجل ده أنا مش مستريح له، وما تعرفش عمل فيا إيه. ده عارف، وعارف إنك اتنيلت واتدهولت على عينك. إيه ده إيه ده إيه ده؟ وعرفت منين يا حاج؟ باين على وشك، انت مش شايف؟ وريني. يا نهار اسود، ايه يا تكنيله، فضحتنا. وانما ما عملت حاجه. ما انا عارف انك ما عملتش، ومتاكد كمان. عارف ليه؟ ليه؟ عارف ايه؟ عشان انت خلاص بقيت عينه ابو سميحه. لا. ابو سميحه ولا مش سميحه؟ يا حاج انا ده انا لو دورت هلاقيكم ابو سميحه كمان. طب بقول لك يا حاج، انت ناوي تخش الشغلانه مع الراجل ده؟ انت مالك؟ مالكش دعوه بالحاجات دي، اوعى تتدخل فيها. شحاته، اوعى تتدخل في حاجه ما تخصكش. الله يبارك. انت المطلوب منك تكلمهم في مصر، تقول لهم بكره احنا راجعين ان شاء الله. ايه ده؟ بكره بكره؟ امال بكره امبارح؟ طبعا انت متضايق، وريني متضايق. ابقى اجيبك لوحدك يا شحاته. طب العروسه دي هتعمل فيها ايه؟ ده صوت شحاته ده؟ ما. ده صوت شحاته ده ولا ايه؟ ده شحاته. لا حول ولا قوه الا بالله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. حاج فواز، أنا معجب فيك كتير وبتمنى نقرب ونتعرف على بعض أكتر. بعرف إن الوقت منه مناسب لأي حكي. هيدا بيزنس كارد تبعي، في كل اتصالاتي. أتمنى إن يحصل بيناتنا اتصال، في حاجات كتير ممكن نحكي فيها. حصل ان شاء الله. Thank you.
برضو على موبايله رغم انه فاتحه لحد مش حتى ما بيردش. الصبر الصبر يا سميحة والغايب حجيته معايا. الحاج وصل الحاج وصل. يا ما انت كريم يا رب الف بركة. يا حبيبي ده وحشني قوي. يا عين امه تلاقيه جعان وده ما بياكلش اكل الطيارة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا اختي ورحمة الله وبركاته يا الف حمد لله على كلامك يا حاج. غير يا حاج عمال اكلمك على الموبايل ما بتردش. اتفضلي تعالي يا ماي. تعالي حبيبتي ما تخافيش تعالي. اتفضلي اقدم لكم مايا عروستي الرابعه. الرابعه عدويه. اه يا اختي يا ابني المجنونه. اه يا ابني المجنونه. هو الواد ده كده على طول دايما واخد الدنيا على الحامي. ما انت عارفه يا حاج ما بيضيعش وقت اكسبريس على طول. والله انا خايف لا يضيع نفسه هو. طبعا وياما قلت له يا ويلك من قرصة الحريم. خلي بالك من نفسك اصلا. في حد في الدنيا يجمع الافاعي ويربيها جوه عبه غير يا حاج بقى واللعب عنده على الكيف. ما هو كيف ده يا ابني هو اللي بيذل صاحبه صدقني. الله ربنا يستر ربنا يستر عليك يا ابني ربنا يستر. قول لي. ايوه حاج. ان شاء الله العروسه اللي رايحه دي رايحه وهي عارفه انها واحده من ليستا ولا لسه ما تعرفش؟ مفاجاه كالعاده ما انت عارفه يا حاج. مجنون مجنون. معلش حاجه فريق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا رضا امرني يا حاج. تعالى يا ابني شوف الست عايزه ايه. من عيني. كتر خيرك يا حاج انا لسه بنقي. نقي براحتك يا ستي محل محلك. جرى يا حاج هم دول ستات؟ امال لو شفت اللي انا شفته يا لهوي. شفت ايه يا بلاوي اشكال والوان وسحن شغل بره ما اتضربش فيه مفك. نعم يا حاج. قصدك يعني سوار حلوه؟ يا لهوي يا حاج صواريخ. صواريخ تمشي بقى تمشي عيب بتقولها في وشي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ابني تقل في مراتك. مراتي يا حاج بقى ما تفكرنيش يا حاج. ده انا اكتشفت يا حاج بعد السنين دي كلها ان انا عايش مع ابن خالتي. الله يعني الواد اللي حجبوه ده هيبقى ابن عمتك؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. دول بقى يا مايا اهلي وناسي وعزوتي في الدنيا. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. واما تعاشريهم بقى سبحان الله تحس انك وسط اهلك وناسك وبالذات بالذات انهار. نورتي مصر. ايوه. والنبي اللي تيجي تقعدي جنبنا شويه عشان نقرب من بعض. اه قومي قومي ما تخافيش دول اخواتك ما تخافيش اهلك وناسك. حلوه كله عيره. يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي دي حلوه قوي وطريه قوي والدعمه قوي. عسل عسل سميحه دي يا ماي. ايه كده ليل ونهار تضحك وتهزر على طول. ايه يا هدى؟ ايه يا حاج؟ السلام عليكم. مش اكرام الضيف واجب برضو ولا ايه؟ واجب يا حاج. الحمد لله على السلامه. ميرسي. ايه ده دي بتنطق. حكايه بقول لك وسط اهلك وناسك. يا زينب. ايوه يا حاج. جهزي الاوضه الرابعه يلا. امرك يا حاج. مش هتسلم على عيالك وتشوفهم يا حاج؟ اه طبعا طبعا يلا ندهلهم. تعالوا يا عيال سلموا على باباكوا. جه دول عيلتي واللي شفتيهم دول يبقوا ولادي. انت كيف تعمل فيا هيك؟ عملت ايه؟ ضحكت عليا وخبيت انك مجوز. ما انت كنتي مخطوبه وفسختي الخطوبه اول ما تقدمت لك ورغم كده ما قلتليش. كيف عرفت انه كنت مخطوبه؟ هو انت فاكره ان انا هتجوزك كده عنياني؟ مش لازم اسال واعرف عنك كل حاجه واستنيتك عشان تقولي لي عشان اقول لك انا كمان. ايه بس هيدا كانت مجرد خطوبه وده شرع الله. أنا مش عامل حاجة حرام.
كل دول مراتاتي على سنة الله ورسوله، وأنا من حق أتجوز واحدة واثنين وأربعة، كله بما يرضي الله. بس كان لازم تقلي هيدا حقي. وأنا كمان كان لازم تقوليلي ما ده حقي. معقول راسك فواز أنت عم تعمل هيدي مثل هيدي؟ مايا أنت ليه مكبرة الموضوع؟ لا إله إلا الله. لو حسيتي بأي تقصير أو أي حاجة ناقصاكي ساعتها يبقى ليكي حق إنك تشتكي وتعترضي. بس هيدا الوضع ما راح أقدر أتقبله. أنت لسه ما جربتيهوش يا حبيبتي عشان تعرفي هتقبليه ولا لأ. لك أنت ليه عم تعمل فيي هيك؟ شو عملت لك أنا؟ حرام عليك. أنا عملت إيه؟ أنا شفتك حبيتك طلبتك للجواز وأنت وافقتي. ما أظنش إني عملت حاجة غصب عنك. بس أنت عم تجبرني على شيء ما راح أقدر أتحمله. مايا اللي مش هقدر أستحمله أنا وإني أشوفك في الحالة اللي أنت فيها دي. ما تبصليش كده يا مايا. حبيبتي أنا عمري ما هظلمك وهعمل كل اللي أقدر عليه علشان أساعدك. أنت مراتي دلوقتي يا مايا. مراتي. وعمرك ما هتحسي إن في حاجة ناقصاكي. ودي بالك أنت مش أقل من أي واحدة فيهم. بالعكس. بالعكس بقى. ده أنت العروسة اللي جت وخطفتني منهم. يعني المفروض هما اللي يبقوا عاملين كده مش أنت. شيلي من دماغك اي وساوس وجهزي نفسك لسعاده كبيره مستنياكي وفرحه انا شايلها لك. هتلاقي معايا اكتر من اللي كنت تتمنيه. شو رواق ايه؟ هنسكت كمان المره دي؟ واحنا في ايدينا ايه نعمله يا سميحه؟ نسود عيشته زي ما بيعملوا في الافلام. يا اختي المثل بيقول يا جوز الاثنين يا قادر يا فاجر، ما بالك جوز الاربعه. يكون زي ما يكون بس نجننه برضه. نجننه؟ لا 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 نجننه لا، ده كده يطلقني. يا اختي ما احنا اللي بنديله الفرصه لما كل مره بنسكت وبنهنن الاموره اللي بيجيبها لنا. ما يمكن تزهق ولا ما تقبلش. انت ما شفتيش يا اختي كانت عامله ازاي؟ ولا يمكن هو اللي يزهق؟ يا رب يزهق يا رب. يا بت انت هبله، الحاج فواز مش ساهل، وبعدين مش هيسمح لواحده فيكم انها تقرب منها. ولا انتوا ما تعرفوش ولا بتستعبطوا عليا؟ طب قولي لنا يا اختي نعمل ايه؟ نكفرها في عيشتها لحد ما تقول حقي برقبتي وتطفش. طب خلاص ارسمي لنا انت الخطه. كله هيدق على دماغكم انتوا الجوز ان شاء الله. ورحمه امي لا نخليها تهاجي وتطفش. بس وحياه ابوك انت بلاش وش الملايكه بتاعك ده، خليكي مصحصحه معايا كده. امي امي يا اختي امي، اللي انت هتعمليه انا معاكي فيه. وانت يا انهار، ما هو اصل انا للاسف اني لازم اكون معاكم ولو اني مش مطمنه ولا مرتاحه. ماشي، نمد ايدينا في ايدين بعض بقى ونقرا الفاتحه على قله الاصل. بيت يا سميح عيب ده، انا اموت في روح الجماعه. اتكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يهمني. علي انا؟ ده انا فواز. وبعدين يعني هتكون اول مره؟ بس يا ريت تبقى اخر مره عشان انت بقى ترتاح. يدينا ويديك طول العمر يا حاج. نخش بقى في الموضوع. اخبار الشغل ايه؟ المحلات والبيع الفتره اللي كنت مسافر فيها دي. لا الحمد لله كله تمام. وزكي عدى عليا وخد كل الحسابات يعرضها عليك في الشركه. عشان كمان تشوف الطلبات الناقصة. زي الفل زي الفل. في حوار كده عايز اخد وقتي معاك فيه. حوار ايه؟ صفقة عارضها عليا حماية جديد. ودي بقى تمن الجوازة ان شاء الله؟ انا عشان كده مرضتش ادي كلمة برضو. اقعد معاك واخد مشاورتك. أنا مش مطمن. ونشوف المصلحة فين. الصفقة دي حلال يا فواز؟ رايح حد في إيه؟ أنت مش عارف ابنك بقى ولا إيه؟ أمال إيه يا ابني اللي مش مطمنك؟ أنا هحكي لك وأنت احكم. الله يا فواز الله يا ابني. يا ابني اللي جوه. أوامرك يا حاج. اديني شاي بسرعة. وعندك شاي بوستة سكر بره. اللي انت بتقوله ده حاجة كلام موزون، وده اللي انا بفكر اعمله. طب انت يا فواز ما سالتش نفسك الناس دي غرضهم ايه؟
ده اللي محيرني يا حاج. يا ابني تحتار ليه؟ ما احنا هنا ماشيين زي الفل اهو. بس شغلنا عالضيق وانا نفسي اكبره. ايه بس ما يبقاش على حساب اسمك هنا. لا هو اللي انا بفكر فيه ازاي اكسب هنا واكسب هناك. بس بقى لازم تاخد بالك من حاجه خلاص. المثل بيقول ايه؟ الطمع يلي ما جمع. وانت يا ابني شقيت قوي على ما جمعت اللي انت فيه ده. حرام حرام يا ابني. فكر كويس يا فواز قبل ما تخطي اي خطوه. على العموم برضو دورها في دماغك. دورها لحد الصبح. وفي الشركه نقعد مع مرسي وزكي وندرسها مظبوط. واللي فيه الخير يقدمه لنا. يا رب يا ابني يا رب. بقول لك ايه يا فواز؟ انت بقالك كتير ما اتغلبتش مني، ايه رايك في عشرتين دومنا ولا طاوله؟ لا وشوف الدخله، بقالك كتير ما اتغلبتش عشرتين مني. يا حاجه انا ورايا عروسه دلوقتي، اعمل معاها ايه دي بقى؟ اوبا ناسي ان وراك ماتش اهم. لا بس ابنك حريف، هاتريك. هاتريك؟ يا خوفي يا خوفي اللي هيزنقوك في خانه اليك بالثلاثه. وحياتك انت وحياتك ناخدهم لك الاربعة خشب. هاتريك. السلام عليكم. سلام يا هاتريك. بلادي. ما ترتاحي يا ستي وتسيبيني اعمل العشاء زي كل يوم. خليكي في نفسك يا زينب وروحي اندهيلي على المحروسة الجديدة خليها تيجي تطفح. يا قلبك بتعملي لها العشاء بنفسك كمان. زينب قلت خليكي في نفسك وروحي اعملي اللي طلبته منك، وعلى فكره الحاج زمانه على وصول. ما هو قلبك الطيب هو اللي مطمعهم فيكي. خوري من وشي يا زين، خوري! ده انتوا عيله تشيلي. اللي قلتي لي عليه بالظبط، وسميحه مستنيها تخرج عشان تدخل تعمل اللي اتفقنا عليه. وانا كده بقى عملت اللي عليا. اتفضل. اللهم صل على النبي. قمر الحاج عنده حق. شو بدك؟ اتفضلي يا هانم العشاء جاهز. ما راح اطلع غير ما يجي فواز. الست انهار بتقول انه على وصول. انا ما حصني بحدا، ما رح اطلع غير ما يجي فواز. اهو الحاج بيركن ونازل اهو. عن جد؟ ايه يلا انطري اني جايه معك. تفضلي. استني يا ست افتحلك. تفضلي. بدي انطر فواز. كفرة لما تلهفك. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا حبيبي. اشتقتلك. إيه الحلاوة والجمال ده؟ أيوة كده بس خفي شوية. أنت كده هتجننيهم. من وقت ما ظهرت حابسة حالي بالأوضة، لك خايفة أقدر ما يعملوا فيي شيء. دول نسمة نسمة ولا هتحس بيهم خالص. بقول لك ايه، انت وحشتيني قوي. هيدا الحكي بتقوله لإلي ولا لكل واحدة منهم؟ ما قلنا شيليهم من دماغك بقى عشان ترتاحي. ها؟ عشان ترتاحي يا قمر. العشاء جاهز يا أحلى عروسة. يا خبر أبيض. بنفسك يا نهار. أنا أفديك الساعة لما أعمل العروسة بتاعتنا الحلوة. مش بقول لك نسمة؟ نسمة. اتفضلي يا حبيبتي اتفضلي. وانت يا اختي مالك كده وشك مصفر؟ فواز. ها امال فين سميحة يا حبيبتي؟ فين سميحة؟ انا هو يا عليا. اسم الله عليكي الواد تعب
وقعني قوي يا فوز لحد ما نام غلبني الواد شقي. معلش يا اختي معلش، ما هو طالع لابوه حته منه، اصلها بتحبه وبتموت فيه. عقبالك يا حبيبتي ان شاء الله كده لما تحبالي وتشيلي وتتعبي زينا. احنا مش هنتعشى بقى ولا ايه؟ لا احنا ما نتعشاش ازاي، ده احنا لازم نتعشى. وبالذات العروسه. بسم الله الرحمن الرحيم. اقعدي جنب الحاج. انتي مكسوفه ولا ايه؟ ده الليله ليلتك يا عروسه. لا يا اخت مايا اوعي تتكسفي ابدا، ده انتي في بيتك واحنا اخواتك. طبعا، وبعدين اللي يتكسف من بنت عمه ما يجيبش منها ايه؟ عيال يا حبيبتي. بسم الله عليكي، انا عامله لك بقى شويه فول مصري، انما ايه عسل يستاهلوا بقك. ودي يا اختي فول، دي مربى بقى اسكندراني تستاهل بقك. خدي يا اختي بلعي بالميه. ميه لا، ميه لا، العصير افيد. اتفضلي يا حبيبتي بالهنا والشفا، مطرح ما يسري يمري، مطرح ما يحط راسه ويحط رجليه بقى. بالراحه يا بنات، بالراحه يا نسم، ما تبقوش نسمة قوي كده. العصير. لا اله الا الله، لا اله الا الله. كل بلع العصير من خد العصير، قربي لي الفول. يا بلاش فول، ياكل بيض. كلت بالليل انت امبارح فول؟ لا ده حاجه تعملها في دماغك. ما عملتها وكانت نيه. ونزلت كده. كنت نيه برضه. اشربي العصير. الحمد لله. مش قلت لك ان هما نسمه وهيدلعوكي ويرحبوا بيكي بذمتك؟ بعمرك اتدلعتي كده في بيتكم؟ ما بعرف ليش حاسه انه الاكل في وشي غريب. لا ده عشان انت مش متعوده على الاكل المصري، واخدالي على الفتافيت والكتاكيت العصافير بتاعتكم دي. لا الظاهر انه عن جد تقلت بالاكل. يا حبيبتي هو ده الاكل المصري يرم. وبطني كمان عم يوجعني كتير يا فواز. ما تقوليش نفسك فعلا. وهو لاهلي كمان شغلين اللي بالي، عم تقلوا ما حدا عم برد. ما هم جايين بكره يا بنتي. لا اله الا الله، بتشغلي نفسك ليه بقى؟ انت بطنك وجعاكي بجد ولا ايه؟ كتير كتير يا فواز عن جد كتير. لا اله الا الله، مش للدرجات يا حبيبتي. ما تخافيش، انا دلوقتي في ثواني هضيع لك الالم ده، وهتحسي بسحر، سحر بيمسح كل الاوجاع. اللي بيسمعك بقول انك عن جد بتحبني فواز. عن جد وعن هزار وعن كل حاجه. بلاش الميه اديها العصير، بلاش الجبنه، بلاش الفل للحاج. يا ولادي نهار قلتلي مش فاهم. نهار والنبي ابن حلال تيجي تلعب بصرة؟ والنبي الزعل ما كويس علشانك بالذات الليلادي. وبعدين عيب عندنا ضيوف، البنت غريبه احنا فرجها غسلنا الوسخ على اول مره. ما تطلعي زرابيني يا نهار وانت عارفاها. تسلمني يا اخويا زرابينك، تسلمني. تعالي 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 هنا. حطيت لها ايه في الاكل؟ والنبي يا اخويا ما حطيت حاجه، مش انت اللي قايل لي احط لها حبايه منع الحمل جوه في العصير؟ غير حبايه منع الحمل، حطيت لها ايه عشان يوجع بطنها كده؟ ولا حاجه. اوعى انت اللي سبت لنا لبنان كلها ورايح جايب لي عرسه حته بتاع سنكوحه كده، وتلاقي معدتها قد كده مش واخده على اكل العز بتاعنا. ماشي يا نار، انما قسما بالله لو عرفت او شميت، بس شميت انك ليكي دعوه بالموضوع ده انت ولا جوز الخيل، يا ويلكم مني. تسلمني يا اخويا مناخيرك. بس بس